السلام عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله قررنا نضموا واحد نضموا واحد الجمعيه ديال بارباطيس ديالنا، ودرنا واحد التضامن متضامنين مع هاد الناس هنايا المتضررين، وباش نوصل لهم واحد المساعده حتى للدواوير اللي مضرورين تما. ومهم بالنسبه لهاد الدوار هذا اللي غاديين حنايا، اولا الدوار ديال دوار اسلام تمارك جماعه تفرغ قياده تملكت، هاد الدوار هذا بالضبط اللي غادي اللي قررنا نمشيو نديو ليه هاد المساعده نيشان ان شاء الله. المهم الاخوان دابا راه كنجمعوا هنايا في المساهمات والتبرعات ديال الناس. المهم ان شاء الله راه غنطلقوا غدا ان شاء الله مع 7:30 ديال الصباح. المهم دابا راه كنحاولوا نجمعوا التبرعات وداكشي نحاولوا نمونطيه نفرقوا نحاولوا نمونطيه داكشي ان شاء الله نديروا في الساشيه ديك الساعه ان شاء الله. يعطيك الكلمه. المهم بالنسبه للاخوان اللي بغى يدير واحد ليت ديال المساعده، حنايا كنتواجدوا اون فاس مع بتيتي شو اللي كاينه في اللي كاينه في الهدى حدا الضف حدا جيت ساكن. والله يتقبل الله اجر ديال المحسنين وهذا الشيء اللي كاين. شكرا لكم. والله يسهل علينا والله يعطينا منين نعطيو ان شاء الله. من قدام ندير لها حنا المغاربه راه كنديروا واحد ليت المساعده، راه الناس الحمد لله راه الناس صدمونا ميم با واحد ساعه تبارك الله. والهوندا عمرات في الصباح جينا هنايا بلاصينا ميم با ساعه كيدوزوا صحاب الطاكسيات صحاب الماطر، اي واحد داز هنايا كيجيب المساعده ديالو كيعاون اي واحد بغى الاجر الحمد لله.